بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. حالة خطرة انت ما تدري بيها بس تصير عندك. هاي الحالة احتمال تقتل بشر. لاحظ شنو المشكلة. هسه هذا الماطور جاني فحصته بيه نتلة، صراحة نتلة يعني قاتلة. فاتفقت ويا الشخص بأنه طبعا لافه بغير مكان، هو اتفقت ويا لف لأنه ضارب توصيل جسم. فمن فتحته بصراحة لاحظ وين المشكلة، لاحظ وين المشكلة، لاحظ الجدح وده يصير. هذا يوصل ويا من؟ ويا الأرضي. هذا يوصل ويا الأرضي اللي هو هذا، لاحظ. هذا معناته شنو؟ هذا خط الأرضي اللي تشوفونه اللي واصل ويا جسم ينقل الكهرباء للبدي مالت الماطور. فهذا صار يعني مكان ما هو أمان للصاعقة، صار هو قاتل بالحالة. الطريقة الصحيحة هو أن يبدل رأس الكهرباء هذا، رأس التوصيل هذا، أو نقطع هذا، نقطع هذا الواير، أو يبدل التسليك كليته. هسه للتجربة راح أشوفك شلون تروح العملية وتنتهي بعد ماكو أي مشكلة. راح أجي أخلي مرة ثانية هنا، لاحظ هنايا ويا جسم، لاحظ ماكو أي توصيل ويا جسم هسه. ليش؟ لأنه هذا الخط، هذا الخط انتهى بعد ماكو. زين عيني. فإذا وصلنا وصل السريس على ما دي مشكلة، راح أجي ألزم الماطور، لاحظ ماكو أي مشكلة. هسه موصل الجلوب، انقطعنا هذا الواير. هاي الحالة طبعا تصير دائما فانتبهوا لها، يفضل أن يتبدل هذا الواير. تحياتي لكم، ترى هاي الحالة قاتلة. شكرا جزيلا.